السلام عليكم جميعا ويعطيكم الف عافيه اليوم باذن الله رح ناخذ درسنا السابع اللي هو تقدير مساحه المضلعات غير المنتظمه والموجود في صفحه 75 زي ما احنا شايفين عم نحكي عن تقدير مساحه يعني ما رح يكون انا عندي مساحه دقيقه 100% رح نوجدها وانما مساحه تقريبيه تمام مضلعات غير منتظمه يعني ما إلها اشكال محدده او اذا نسخناها على ورقه بياني او شبكه المربعات ما رح تغطي مربعات كامله رح تغطي ممكن اجزاء منها زي ما رح نشوف اليوم طيب قبل ما نيجي نحكي عن طريقه الحساب بس بدي اذكر انه احنا عنا هون في شبكه المربعات بنقيس بوحده اسمها وحده المربعه الواحده تمام يعني كل وحدة وحدة من هدول كل مربع من هدول هو عبارة عن مربع طول ضلعه وحدة واحدة تمام وعلى هذا الأساس وحدة قياسنا رح تكون وحدة مربعة ما رح يكون عندنا سنتيمتر وكيلومتر مربع ومتر مربع هيك رح يكون وحدة مربعة هاي وحدة قياسنا اليوم طيب نيجي نشوف مثلا هاي اليد كيف بدنا نحسبها طبعا هاي اليد قصتها هون أرادت في داء تقديم مساحة سطح كف يدها وقد رسمت كف يدها على ورق رسم بياني تمام إذا هي بدها تحسب مساحة إيدها فرسمتها على ورق بياني على أساس كنا بنعرف أنه المربع الواحد في ورقة الرسم البياني يعبر عن وحدة طول واحدة او اللي هي لما نحسب مساحة بتكون وحدة مربعة واحد وانا هيني حطيت عليها خط عشان تشوفوها طيب كيف بدنا نحسب اشي زي هيك اول اشي لازم نحسب المربعات الكاملة وبعدين نصير نقدر مساحة المربعات الناقصة كيف يعني يعني خلينا نحسب اول شي الكاملة نخلص منها عندنا يعني واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية في غيرهم كامل ما في غيرهم انا شطبت عليهم بس عشان ما اتلخبط وارجع اعيدهم عندنا تمانية كاملين طيب الناقص شو بدنا نسوي فيه هون بدنا احنا نقرب تقريب مثلا هذا المربع خلينا نجي نحكي ناقص منه اشي بسيط بدور على مربع في اشي بسيط وبدمجهم مع بعض تقريبا يصيروا مربع واحد مثلا هاد تقريبا لو حطينا على هذا الجزء ممكن تقريبا يصير مربع واحد فهاد اشطبه مع هاد انه هاي انا عندي صار تقريبا مربع هاد تقريبا نص رايح بدور على واحد زيه في النص فهي نص تقريبا هاي هذا نص فهي هاد مع هاد عملوا تقريبا مربعين لسه عم بحكي كل كلمة عم بحكي تقريبا لان انا لو اجي مثلا احطهم مية بالمية على بعض ممكن يكون لسه اقل من مربع اكتر من مربع عشان هيك احنا درسنا اسمه تقدير المساحة طيب مثلا هذا المربع ناقص منه اشي بسيط بدور على مربع فيه اشي بسيط يعني هذا فيه اشي بسيط نخصم هاد مع هاد انه صار عندي انا هيك ثلاث مربعات وهكذا منضل نكمل تقريبا ندمج هاي مع هاي مع هاي لحتى نشوف تقريبا كم عدد المربعات اللي دمجناها مع بعض بنضيف عليها المربعات الكاملة اللي اوجدناها في البداية وبتكون هاي هي مساحة الشكل او المضلع غير المنتظم الموجود عندي طبعا هذا المثال محلول فبيحكي لك انه عدد المربعات المضللة بشكل كامل هي تمانية المربعات المضللة بشكل جزئي فقدرتها اللي هي فداء بعشر مربعات يعني تقريبا لو كملنا حسبتنا رح تكون عشر مربعات فالمساحة ايش تمانية زائد عشرة تمنتاشر مربع اللي هو تمنتاشر وحدة مربع طيب ننتقل للمثال الاول قدر مساحة الجزء المضلل في الشكل المجاور زي ما حكينا اول اشي ناخد المساحة عفوا المربعات الكاملة نعدها وبعدين ننتقل لعملية التقدير عنا كامل هي واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر في عنا عندي عشر واحد كامل اذا بتحبوا تشطبوا عليهم عشان ما تنسوهم هاي شطبنا عليهم طيب هذا المربع رايح منه تقريبا الثلث خلينا نجي نحكي بدنا نوحد انه في الثلث مثلا هي هاد معها تقريبا بيعملوا مربع، هي صار في عندي واحد، هلا هاد مع هذا الجزء بيعمل تقريبا نص مربع، صح؟ أو أو تلات ارباع مربع، إذا هاد مع هاد تلات ارباع مربع، لو ضفنا لهم هاد شو بيساوي بصير فيهم؟ يعني هاد مع هاد مع هاد شو بيعملوا؟ بيعملوا تقريبا مربع، هاي صار عندي مربعين، هاد مع هاد شو بيسووا تقريبا مربع، هي صار عندي تلات مربعات، ضل اشي؟ ما ضلش اشي، إذا تقريبا بحكي إنه في عندي تلاتة تقريبيات وحداعش كاملات، فأنا عندي تقريبا أربعة عشر وحدة مربعة، طبعا هذا المثال محلول فمكتوب إنه في أربعة عشر وحدة مربعة، طبعا زي ما أنتم شايفين إنه هذا أكتر من النص وهذا أكتر من النص، لما دمجناهم طلع عندي أنا أكتر من مربع، بس ما برجع بأكد إنه هذا موضوع تقريبي، تمام؟ هذا هو كل اشي موجود في درسنا، ففي عنا احنا السؤال واحد، يكون علينا واجب، هذا الشكل قدر مساحته، هذا السؤال موجود في صفحة ستة وسبعين، ننتقل إلى تمارين ومسائل، تمام؟ قدر مساحة كل من الأشكال المظللة الآتية علماً بأن مساحة الوحدة المربعة واحد سنتيمتر مربع، شو معنى هالحكي؟ معنى هالحكي قدر المساحة زي ما قبل شوي حسبنا، بس إيش وحدتك تكون؟ بحكي لك انه كل مربع عبارة عن سنتيمتر مربع فانت مثلا هون اوجدت العدد رح تكون وحدتك مش وحدة مربعة رح تكون سنتيمتر مربع هذا الشكل والنجم اللي عندنا السؤال الثاني قدر مساحة محافظة معان الممثلة في الشكل المقابل هذا علما بان الوحدة المربعة بيانيا تمثل حدا مية الف ومية مربع في الحقيقة طيب اول اشي زي ما حكينا بدنا نقدر مساحة هاي محافظة معان طب ايش الوحدة بحكي لك انه كل وحدة مربعة من هاي تساوي الف ومئة كيلو متر. يعني كل هذا المربع مثلا هذا المربع زي هيك ايش يساوي في الحقيقة الف ومئة كيلو متر مربع طب كل هاي المساحة كم سهلة تمام يعني اول شيء قدر المساحة بعدين اوجد مساحتها على الحقيقة السؤال الثالث أرسم شكلا هندسيا مساحته سبعة وعشرين ونص سنتيمتر تقريبا، هون بنحتاج لورقة رسم بياني، إنت اختار الشكل اللي بدك إياه بس إيش؟ تقريبا يكون سبعة وعشرين سنتيمتر ونص، طبعا كيف بدك تعملها تقريبا؟ يعني انت ما بدك تحط الشكل انه يكون مكمل المربعات مية بالمية يعني زي هاي الاشكال انت حط لك الشكل اللي بدك اياه بس شرط انه يكون مساحته تقريبا سبعة وعشرين ونص سنتيمتر مربع قدر مساحة ارضية غرفة صفك مستعينة من بلاط ارضيتها طبعا ان شاء الله بنشوفكم على خير ومنقدر مساحة صفنا بس حاليا ممكن تقدر مساحة اي غرفة عندكم كيف مستعين ببلاط ارضيتها كل بلاطة اعتبرها وحدة مربعة تمام طبعا رح يكون عندك كتير مربعات كاملة ايش اللي رح يكون ناقص بجوز الاطراف فقدر مساحتها ننتقل لصفحة 78 والسؤال الخامس قدر تكلفة دهان سقف الصالة الرياضية في مدرستك التي شكلها متوازي مستطيلات اذا علمت ان تكلفة المتر الواحد من الدهان يبلغ دينارا ونصف طبعا اول اشي سقف الصالة الرياضية في مدرستك يعني احنا برضه ان شاء الله يكون في عنا صاله جميله في مدرستنا قريبا وان شاء الله نلتقي في المدرسه حاليا انا راح اطلب منكم تحسب سقف اي غرفه عندك بالبيت طيب لما بحكي لك سقف كيف انك بدك تطلع على السقف تقعد تحسب لا بحكي لك متوازي مستطيلات شو يعني متوازي مستطيلات بنعرف انه متوازي المستطيلات في له ايش قاعدتين اذا السقف كان قاعده وين القاعده الثانيه اللي هي الارضيه فبنرجع بنحكي لك وكانه زي السؤال الماضي احسب مساحة أرضية غرفة من الغرف اللي عندكم في البيت وهي رح تكون مساوية لمساحة السقف لأنها الوجه المقابل لإلها تمام؟ يعني ممكن السؤال الماضي تدمجه بهذا السؤال بس هون مش طالب منك تحسب تقريبا المساحة بقول لك قدر تكلفة الدهان تمام اذا علمت ان تكلفة المتر المربع الواحد من الدهان يبلغ دينارا ونص فبعد ما انت تحسب مساحة تقريبية لسقف الغرفة اللي عندك اوجد تكلفة الدهان لانه المربع الواحد المربع المتر المربع الواحد عفوا يساوي دينار ونص طب كم من الدهان كله رح يكلف والسؤال السادس قدر مساحة الجزء المظلل بدنا نقدر مساحة هذا الجزء وهيك بيكون انتهى درسنا أه بتمنى انكم تلتزموا بالحل وتبعتوا لي اياه في الموعد المحدد واستمتعوا بالحل لانه جدا سهل ما في اي شيء واي استفسار انا جاهزه يعطيكم الف عافية